السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة في البداية. الله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض والأوبئة. الله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية يا رب. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم أن يشافي ويعافي جميع مرضى المسلمين من كل مرض، من كل سقم، من كل بلاء، من كل أذى يا رب العالمين. هناك أجساد الله يعلم بحالها، فالله يعافيها ويشافيها ويخفف عنها كل لحظة ألم يا رب العالمين. صباحكم صدقات من الابتسامة والكلمة الطيبة، فالله يرزقني ويرزقكم خير الدنيا وخير الآخرة ويكفينا شرهما، والأهم اللهم ارزقنا ما هو خير لنا. صباحكم سعادة إن شاء الله، بأخذكم بجولة جميلة لمناطق مختلفة ووجهات جميلة طبيعية في بلادنا، والمحطة الأولى إن شاء الله راح تكون من منطقة السماء التابعة لإمارة رأس الخيمة. ونقول توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإن شاء الله تستمتعوا. ووصلنا بالسلامة لمنطقة السماء التابعة لإمارة رأس الخيمة. في بداية حديثي بعطيكم معلومة عامة عن منطقة السماء الخليبية وطيبة ومسافي. هذا المناطق تعتبر من المناطق المرتفعة اللي تكون في فصل الصيف أبرد عن المناطق الحضرية اللي تحت، يعني مستواها مرتفع عن مستوى البحر فتكون باردة. وأنا وجهتي راح تكون في منطقة السماء لمزرعة الورد اللي تم إنشائها بمجهود صاحب المزرعة اللي حول مزرعته لمزرعة ورد، وكذلك حولها إلى حديقة بإمكاننا نحن عامة الناس نزور هذه المزرعة ونتعرف على أنواع مختلفة من الزهور المميزة والنادرة. كذلك استزرع الزعفران في هذا المزرعة، فإن شاء الله أنا بتعرف وبعرفكم على هذا المزرعة الجميلة إن شاء الله اللي هي موجودة في منطقة السماء. وصلنا إلى مزرعة الورد، وقبل لا أخذكم جولة بضيف لكم معلومة أن هذا المناطق مثل ما خبرتكم أنها باردة لأنها مرتفعة عن مستوى البحر، كذلك أنها محاطة بسلسلة من الجبال، يعني هي وسط الجبال، لبال مدور عليها دور مدار. فسبحان الله الطبيعة الارتفاع كلها كانت عوامل مساعدة ان مثل هذه المشاريع وهذه المبادرات نجحت. زراعة الزعفران، زراعة الزهور، يعني هذه المزرعة الحين راح تشوفوا فيها اكثر عن 10,000 نوع او عدد، مش نوع، عدد من الزهور الجميلة والمميزة والنادرة. إن شاء الله الحين بأخذكم جولة. واذكروا الله، اذكروا الله سم الرحمن على شكل شيء جميل تشوفه، والله يبارك لصاحب المزرعة بهذا الحلال، والله يبارك لكل أصحاب المزارع بحلالهم يا رب العالمين. ونقول بسم الله، أهلا وسهلا بكم في مزرعة ورد الإمارات في رأس الخيمة. طبعا هذه التعليمات الهامة، ركزوا بالتعليمات، مواعيد العمل كل يوم من الساعة 7:30 حتى 6:30 مساء. في تذكرة دخول سعر رمزي 15 درهم، والأطفال من سنتين كلهم مجانا. فهذا التعليمات، ممنوع اصطحاب الحيوانات، ضع القمامة في المكان المناسب، ارتداء أهم شيء ارتداء الملابس المحتشمة، ها ركزوها يعني شيء جميل، وتقع مسؤولية الأطفال على ذويهم. ففي تذكرة دخول 15 درهم، يعني مبلغ رمزي يستحق، يعني راح تشوفوا إن شاء الله. وهذه المواقف هنا، الباركنات توقفوا هنا، وإن شاء الله الحين ندخل، يعني تذكرة ب15 درهم، شيء بسيط ورمزي. وإضافة إن في إسطبل للخيول في المكان. قول بسم الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا جانب ركوب الخيل، بسم الله ما شاء الله. عاد هنا تيجي تقص التذاكر. السلام عليكم، كيف حالك؟ ما شاء الله، شوف الزهور تستقبلكم، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. هذا شو؟ هذا بدور مال الورد، هذا ما شاء الله، شوف الورد ما شاء الله تبارك الرحمن، جميلة. مباشرة ندخل المزرعة، يميننا ويسارنا تستقبلنا الورود والزهور مختلف أنواعها المميز والعطري والنادر، ما شاء الله تبارك الرحمن. اذكروا الله ما شاء الله، شو هالألوان،
هذه المناظر بروحها عافية. شايفين الجمال؟ أنا يميننا كل خيول. تقدر ناخذ جولة كامل في المكان. يا سلام يا سلام. هذا ما شاء الله أشجار الزيتون. ترى كل اللي تشوفوه هذا اجتهاد من صاحب المزرعة. ما شاء الله تبارك الرحمن. في بعد كوفي. في بعد شتلات للبيع. يا سلام. في بعد كورنر فيه طيور. ما شاء الله على الورد البنفسجي. ما شاء الله. ما شاء الله على المهل العربي. ولا ما هو 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 بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. طفر فيك الذباب. بسم الله ما شاء الله. شو اخبارك؟ شعلومك؟ لا مكيف مشغول بالاكل. كمل جولتنا. ما شاء الله بكل زاوية شيء جميل. يعني الطالع يمين، الطالع يسار، الطالع قدام. جيبوا عيالكم وتعالوا.
شايفين جمال اللون البنفسجي؟ هذه نظرة من فوق. هذا الجانب فيه طيور. ورد بورد ما شاء الله. الله يحلي أيامكم ويحليها مثل الورد يا رب. شايفين الجبال؟ دور مدار ليبال. أحس إن الورد قاعد يغني، والله أحس إن الورد قاعد يغني ومستانس وفرحان. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. سبحان الله على الجمال والألوان، يعني شايفين شيء مريح للعين. وغير هذا الاكسجين الفرش، مثل ما دايما نقول ان الطبيعة عافية، احنا نتعافى في الطبيعة، باحضان الطبيعة المريض يرجع صاحي. على هالورد كله يا ربي احس عمري انا وردة من الورود اللي بينهم ضايعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، نذكر الله، الله يبارك ليهم في حلالهم ورزقهم يا رب العالمين. والله يكثر مثل هذه المبادرات الجميلة اللي تزيد لنا الأكسجين. ما شاء الله شوفوا ألوانها هالوردة الجميلة، ما شاء الله. هذه كانت جولتنا في مزرعة الورد الجميلة، صراحة جميلة، مريحة للقلب، مريحة للعين، مريحة للفؤاد، وتتعافى الروح وتتعافى العيون. شوفت الأشياء الجميلة، طبيعة طبيعة. أنا خاطر أسير عند الورد البنفسجي، ما أدري إذا لافندر أو لا، لأن أساساً مسواية المعلومات عن كل زهرة، لكن أنا قاعدة أركض منه ومنه، ما قاعدة أثق في نفسي. دايماً ثقوا نفسكم، بعد جميل إن إحنا نتعلم. ترى هذه بذور هذا الزهور معروضة للبيع، يعني بإمكانك تشتري هذا البذور. كذلك هنا في بعد محل صغير يبيع البذور، لو تبي تشتري بذور الورد. مختلف أنواع اللي موجودة هنا كلها من إنتاج المزرعة. ترى هذه إي فارم من إنتاجهم، إي فلاور فارم.
الورود اللي شفناها موجودة هنا.